كليمب او سكابلو بوستراس كليمب تكمله لعظام الطرف الصدري. هنتكلم دلوقتي عن الديجيتس. الديجيتس عباره عن لونج بون بروكسيمال وميدل وديستال او فيرست وسكند وسير، اللي هي سلميات اللي هي الاصابع او الانامي دي اللي هي الفيرست فانكس والسكند فانكس والسير فانكس. البروكسيمال فانكس بتمفصل مع ايه؟ بيتمفصل مع الميتاكارنال بون والسكند، فبيكون مفصل هنا اسمه ايه؟ اسمع حد يقول لي؟ يقول لي ده اسمه الفيت لوك جوينت، مفصل المعقم. عند مستوى المفصل ده عندنا كمان البروكسيمال سيساموييد بونز، اثنين بروكسيمال سيساموييد بونز. وتاني مفصل اللي ما بين الفيرست والسكند نسميه باسترن جوينت، باسترن جوينت اللي هو مفصل القلب، وما بين السيرد والفورس بنشوف الايه الكوفن جوينت اللي هو قلنا بيبقى داخل علبه الحافل او الحافل ده. وعند مستوى الفيتلوك جوينت بيبقى موجود في البالمر اسبيكت، زي ما قلنا دي دورزال اسبيكت ودي بالمر اسبيكت، بتبقى موجوده الديستال سيساموييد بونز. وهنشوف وصف تفصيلي لديجيتس دي. عندنا البروكسيمال فالانكس متجه ازاي؟ نيرلي فيرتيكال اور نيرلي كودالي، قريب من الكودال او بيتجه للخلف شويه. السيرد فالانكس زي ما انت شايف هنشوف له جراوند سيرفيس، ده بيرسو على الارض لانه بقى داخل محافر او ملاصق للارض بالشكل ده كده. وهنشوف بعد كده الاستراكشر وزين ظروف اللي هي التراكيب اللي جوه الحافر. وفي الفيديو اللي جاي ده هنشوف وصف كامل للديجيتس والسيساموييد بونز والهوف. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الديجيت في الهورس والاوكس. اول حاجه في الديجيت عباره عن ثلاثه فالانكس ديك البروكسيمال فالانكس، ديك البروكسيمال فالانكس، ديك الميدل فالانكس، ديك الديستال فالانكس. يبقى بروكسيمال ميدل ديستال فالانجيز، بروكسيمال فالانكس ميدل فالانكس ديستال فالانكس، او بيسموها فيرست سكند سير، او بيسموها لونج باستر شورت باستر وكافن بون. كافن بون عندي البروكسيمال فالانكس التلات عظمات دول، العظمه دي اسمها لونج بون، دي مكانها فين؟ بتيجي تمسك هنا من قدام عظمه الميتاكاربس تعمل مفصل هنا بسميه البيتلوك جوين، ومن تحت او من الديستال بتمسك مع الميدل فالانكس بتعمل هنا مفصل اسمه الباسترن جوين. الباسترن جوين الكلام على العظم ده مش كتير. هنقول العظمه قلنا لونج بون لها اتنين سيرفيس، لها دورزال سيرفيس ولها فولار سيرفيس او كودال سيرفيس. الدورزال بيبقى سموث راوند فروم سايد سايد، وعندي في اتنين اكستريميتي، بروكسيمال اكستريميتي ديستال اكستريميتي. بروكسيمال اكستريميتي عباره عن اتنين فاسيت ما بينهم جروف. بعد كده في الديستال بيبقى عباره عن التروكليا، عباره عن التروكليا عشان تقابل الكافيتي او الجلونويد كافيتي بتاع عظمه الميدل فالانكس بالشكل ده كده. من عندي ده الاثنين التروكليا بتقابل الجلونويد كافيتي بتاع الميدل فالانكس. بعد كده عندي الدورزال سيرفيس قلنا معلوش اي بيانات. الكودال بقى عليه ايه؟ الكودال بلاقي فيه منطقه رف تريانجولار اريا، رف تريانجولار اريا، منطقه خشنه مثلثه ديت موجوده عشان بيمسك فيها الديستال سيسامودين ليجامنت. الديستال سيسامودين ليجامنت ده بسميها رف تريانجولار اريا، رف تريانجولار اريا ده بيمسك فيها الديستال سيسامودين ليجامنت. ده بالنسبه للبيرست فالانكس بتاع الهورس. ده الميدل فالانكس بتاع الحصان ما عليهاش اي بيانات، هنلاقي اللي هي جلونيت كافيتي وادي التروكليا برضو. عندي ده الدورزال سيرفيس، وعندي ده البالمر او الفولار سيرفيس، ده ما عليهاش اي بيانات. بس اللي انت تعرف اللي دي عظمه اسمها الميدل فالانكس او السكند فالانكس اوف هورس. بعد كده عندي ده السيرد فالانكس اوف هورس. السيرد فالانكس اوف هورس ده عباره عن ثلاثه سيرفيس، ثلاثه سيرفيس. السيرفيس الظاهري اللي قدامي ده، اما احط العظمه كده على الترابيزه كده، السيرفيس الظاهري ده كله ده بسميه بارايتال سيرفيس، بارايتال سيرفيس لانه ظاهري. السيرفيس الظاهري فبسميه بارايتال سيرفيس. بلاقي عليه ايه؟ بلاقي عليه بروسيسز كتيره قوي او فورامنا كتيره قوي، ده بسميها بارايتال فورامنا. بختار اكبر فورامن فيهم اللي هو ده وده، ده بسميه البارايتال فورامن، البارايتال فورامن. بدل بارايتال سيرفيس والفورامن ده بسميه بارايتال فورامن، بارايتال فورامن.
بعد كده عندي في السولار سيرفس. السولار سيرفس اللي هو اللي بيلامس الجراوند، بيلامس الارض. في لاين هنا كده اهو، او خط كده اهو هلال الشكل ده، بسميه ايه؟ بسميه سيميليونر لاين او سيميليونر كريست. سيميليونر لاين او سيميليونر كريست ده عشان يمسك بيه الديب ديجيتال فليكسور تندون، ده بسميه السيميليونر لاين. هنلاقي فوق قدام السيميليونر لاين في فورامين، قدام السيميليونر لاين في فورامين اسمه السولار فورامين، اسمه السولار فورامين. يبقى انا عندي ده السيميليونر لاين، وعندي ده بسميه السولار فورامين، ده قدامه السولار جروف او السولار سالكس. السولار جروف او السولار سالكس بنلاقي ان السولار فورامين بيقابل البرايتال فورامين عن طريق النوتش دي. يبقى ده البرايتال فورامين اهو بيمشي، لو مشينا كده معاه هيقابل السولار فورامين من جوه، وفي نوتش هنا هي اتعملت، ده بسميها السولار نوتش او السولار جروب. من عندي يا جماعه او السولار سيرفس، اول حاجه فيها السيميليونر لاين، ده السولار فورامين، السولار فورامين، ده السولار جروب. السولار جروب عند البرايتال سيرفس، عند في البرايتال فورامين، وقدامه في البرايتال جروب. البرايتال جروب عند بعد كده في الارتيكولار سيرفس، السطح التمفصلي اللي بتخش فيه عظمه السكند فارينكس بالشكل ده كده، اللي بتخش فيه عظم السكند فارينكس بالشكل ده، ده بالنسبه للارتيكولار سيرفس. ده عند الجراوند بوردر، وده من فوق اسمه الكوروناري بوردر. الكوروناري بوردر من قدام هنا كده في بروسيس، البروسيس ده بسميه ايه؟ بسميه الاكستنسور بروسيس. اكستنسور بروسيس اسمه اكستنسور لان بيجي عليه التندون بتاع الكومن ديجيتال اكستنسور ماسل، بيجي يمسك هنا كده، يبقى بيجي يمسك هنا التندون بسميه كومن ديجيتال اكستنسور تندون. بينما من الخلف في البالمر بروسيس، يبقى في اثنين بالمر بروسيس، وفي في المنتصف اكستنسور بروسيس. يبقى انا عندي في اكستنسور بروسيس، وعندي في الايه؟ البالمر بروسيس. بالمر بروسيس يبقى الثيرد فالانكس او الديستال فالانكس او الكافون بون اوف ذا هورس عباره عن ثلاثه سيرفيس: ارتكولار سيرفيس، برايتال سيرفيس، وسولار سيرفيس. البرايتال سيرفيس عباره عن برايتال فورامين، قدامها البرايتال جروف. السولار سيرفيس عباره عن السيميليونر لاين، قدامها السولار فورامين، وقدام الفورامين سولار جروف. بعد كده عندي في الاكستنسور بروسيس، وعندي في البالمر بروسيس. البالمر بروسيس ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للهورس. عن السيسامويد بون من ضمن الديجيت برضو عندي في اثنين سيسامويد بون، في اثنين بروكسيمال سيسامويد بون بيبقوا فوق الفيرست فالانكس، وفي الديستال سيسامويد بون تبقى بين السكند والثيرد فالانكس. يبقى انا عندي ديت العظمتين دول هرميين الشكل هما او بيراميدال ان شيب، ده بسميها بروكسيمال سيسامويد بون. بروكسيمال سيسامويد بون بتبقى بيراميدال ان شيب، بيبقى عددهم اثنين موجودين فوق الفيرست فالانكس اوف ذا هورس او فيرست فالانكس بتاع اي حيوان، بيبقى عددهم اثنين في كل صباع. ده بالنسبه لمين؟ للبروكسيمال سيسامويد بون. البروكسيمال سيسامويد بون اهي، بتبقى بيراميدال ان شيب. بيراميدال ان شيب ده بالنسبه لمين؟ للبروكسيمال. بينما الديستال سيسامويد بون، الديستال سيسامويد بون بتبقى شاتل شيب. شاتل شيب تبقى ورقيه الشكل او زورقيه الشكل، اللي هي العظمه ديت، ده بسميها الشاتل شيب. الشاتل شيب اللي هي ورقيه الشكل او زورقيه الشكل تبقى موجوده فوق الديستال فالانكس، تبقى عددها واحد في كل صباع. فعند الحصان عند صباع واحد
فبلاقي في 2 بروكسيمال سيسامويد بون، 2 بروكسيمال سيسامويد بون وواحده ديستال سيسامويد بون. ده بالنسبه للديجيت بتاع مين؟ بتاع الهورس. عندي في الديجيت بتاعت الاوكس بيبقوا صباعين 2، عندي ادي الفيرست فالانكس وادي الميدل فالانكس وادي الثيرد فالانكس. طب بالنسبه لها للديجيت بتاع الاوكس، ده الفيرست فالانكس، الفيرست فالانكس هو اوكس، وده الفيرست فالانكس هورس. قلت هنا في كام سيرفيس في الحصان؟ قلت في 2، واحد دورزال واحد كودال او فولر سيرفيس. فانما في الاوكس بيبقوا 3، بيبقوا 3، بتبقى بيراميدال ان شيب. اول حاجه ادي سيرفيس، وده الثاني، وده الثالث، بيبقوا 3 سيرفيس. ادي سطح، وده السطح الثاني، وده السطح الثالث. ده حاجه. الفرق الثاني قلنا في الحصان بيبقى فيه مثلث خشن كده، رف تريانجولار اريا، عشان بيمسك فيه العظمه السيسامويد بون اللي هي دي الديسس سيسامويد بون. الليجامنت ده اسمه ديسس سيسامودين ليجامنت. في الاوكس الليجام التريانجولار اريا ديت مش موجوده، حل محلها 2 تيوبريستي، حل محلها 2 تيوبريستي. ده عشان في 2 سيسامويد بون مش واحده سيسامويد بون واحده بس، خلاص. ده بيسميها الديستال، الاثنين تيبرست اللي موجودين على الكودال سيرف بتاع الفيرست فالانكس. يبقى انا عندي الفيرست فالانكس هورس 2 سيرفس وفي مثلث، بينما في الاوكس بيبقى 3 سيرفس وفي 2 تيبرست بدل المثلث. الميدل فالانكس بتاع الهورس والاوكس هو الاختلاف، اللي هنا في 2 سيرفس هنا في الهورس، بينما في الاوكس في 3 سيرفس. ادي سيرفس وده الثاني وده الثالث. يبقى انا عندي 1 2 3 سيرفيسز، 3 سيرفيسز. ديك الايه؟ الميدل فالانكس او السكند فالانكس اوف ذا اوكس، سكند فالانكس اوف ذا اوكس. نيجي بعد كده للثيرد فالانكس. الثيرد فالانكس قلنا هنا في 3، ادي برايتال وسولار وارتيكولار. هنا في الاوكس بيبقوا 4، ادي البرايتال وادي السولر وادي بين بين الديجيت الثاني وادي اللي هو الايه؟ الارتيكولار سيرفيس. يبقى 1 2 3 4، يبقى ده اللي هو الثيرد فالانكس او الديستال فالانكس اوف اوكس، الديستال فالانكس اوف اوكس. ده بالنسبه لمين؟ للديجيت في الهورس والاوكس.